في هذه الحلقة نقرأ معكم في يوميات حرب العاشر من رمضان، ونرصد جانبا من جوانب الحرب على الإرهاب ومعركة التنمية في سيناء في حوارنا مع اللواء نصر سالم، كما نفتح ملف بطولات القوات المسلحة والإعلام في حوارنا مع اللواء نبيل أبو النجا والإعلامي حمدي الكنيسي. وفي حلقتنا أيضا نستضيف الشاعر هشام الجخ الملقب بهاويس الشعر العربي. تابعونا في هذه الحلقة من برنامجكم أهل مصر. على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك اغلى ما فينا يا رايح. سينا كلمة السر وساحة المعارك الكبرى، انها الأحجية العصية على فهم الاعداء، وان اختلفت وجوههم وتنوعت مآرب. في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 1973 كانت رمال سيناء على موعد مع معركة العرب الكبرى، وفي ست ساعات كانت القوات المصرية قد عبرت قناة السويس وأسقطت أسطورة الساتر الترابي وخط بارليف الحصين، وأسقطت معها هيبة ما كان يروج عن الجيش الذي لا يقهر. ترعانا وتحرس أراضينا يا رايح يا رايح. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست ساعات. احنا ولاد عمك واخواتك وقلوبنا دايما سكناتك. ودارت راح الحرب التي لم تتوقف منذ الخامس من يونيو عام 67 حتى كان اليوم التاسع من الحرب. في مثل هذا اليوم قبل 47 عاما، اللواء نصر سالم احد ضباط القوات المسلحة المصرية آنذاك، أين كان في مثل هذا اليوم؟ وما الذي دار على رمال سيناء في تلك الأيام؟ بالنسبة لي أنا كنت قائد مجموعة استطلاع خلف خطوط العدو في المنطقة التعبوية للعدو اللي هي على مسافة حوالي 100 كيلومتر من قناة السويس، فكنت بتابع كل تدفقات القوات وحركتها من العمق الإسرائيلي في اتجاه الجبهة، سواء كان دعم جاي في المطارات الأمامية أو قوات احتياطيات بتتحرك من داخل إسرائيل في اتجاه الجبهة، أو قوات إسرائيلية مرتدة في حالة من الفزع، ويعني حالتها مهما اتكلمنا عن منظرها كان أحد المناظر اللي كنت نفسي يكون معايا كاميرا أصورها، لأن ده يفوق أي حاجة اتقالت عن 67، منظر الفارين الإسرائيليين والطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية تحاول أن تعيدهم مرة أخرى، فبتطلق النيران عليهم عشان ما يرجعوش، وهم الجنود بيضربوا عليها بالنار عشان يسيبوهم يفروا إلى داخل إسرائيل. يذكر التاريخ العسكري جيدا تفاصيل تلك المعارك، وتحفظ ذاكرة العرب بكل تقدير يوميات تلك الحرب العامرة بالبطولات. قبل ما أكلمك عن يوم 15 أكتوبر لازم أكلمك عن موقف القيادة السياسية والقيادة العسكرية المصرية يجب ألا ينساه التاريخ. من يوم 12 أكتوبر كانت الجبهة السورية مهددة، ودمشق تكاد يعني الطلقات المدفعية الإسرائيلية
بتصل إلى دمشق. فكان قرار القيادة السياسية رئيس السادات في الوقت ده إنه هو يدفع بفرقة من الاحتياطي التعبوي ليجبر القوات الإسرائيلية عدم تطوير قواتها في اتجاه سوريا. السادات لما القادة عرضوا عليه الموقف قالوا له الفرقة دي احنا كده بنضحي بيها، فكان كلام السادات ليهم مباشرة قال لهم أضحي بفرقة ولا أضحي بسوريا؟ فسكت الجميع. ده اللي طمع إسرائيل بقى تاني يوم، اليوم الخمستاشر بقى، إنها لما دفعت الفرقة دي هنا كان بقى التدخل الأمريكي بشكل فج، استطلاع أمريكي ادولهم الثغرة اللي بين الجيشين الثاني والثالث، وإن ده أنسب مكان للعبور منه غرب القناة. معركة المزرعة الصينية فيها قائد كتيبة المقدم حسين طنطاوي وقتها عمل نقول إيه إن كل النيران قوات بالكامل توقفت عن إطلاق النيران وأمسكت عن إطلاق النيران لكي يخدع القوات الإسرائيلية، كي تتخيل أن نقول الطريق مفتوح قدامها ما فيش قوات فيغريها أكثر. ولكن عندما بدأت دخلت في حزام النيران الكثيف اللي هو على مسافة بقى 500 متر، يعني ما فيش طلقة ممكن تطيش من أول البندقية للار بي جي للرشاش للمدفع المكنة لكل الأسلحة المضادة للدبابات، وانطلقت كل هذه الأسلحة بكثافة لم يكن يتوقعها الإسرائيليون. يعني شارون في أول خسر 60 دبابة في, 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 في البداية. القادة بيكلموا أحدهم بيتباهى إن هم جم جنوده عايزين يتقدموا، قال لهم لا تسكتوا اقعدوا خليكم هنا. ويقول لك كانت يعني النصيحة بتاعتي ليهم إن أنا أنقذت حياتهم جميعا. ومرت السنون ورحل الاحتلال عن كامل تراب سيناء، لكن بقيت معضلة هذه المساحة الممتدة على نحو 60,000 كيلو متر مربع، وحدودها الشرقية تؤرق كثيرين وتثير أطماعهم. كلنا نعلم أن المشكلة في سيناء هي الفراغ السكاني أو الديموغرافي، ودي اللي مخلاها مطمع لإسرائيل، مطمع لأي حد عايز يحل المشكلة على حساب أرضنا. طب نعمل إيه؟ نزرع سيناء بالبشر قبل الشجر، وده القرار اللي اتخذته القيادة السياسية. وبالتالي أصبح هناك نهاية للفصل القسري بين سيناء وبين الوطن الأم بفعل قناة السويس بعد الست أنفاق والكباري اللي موجودة وفيض المعديات. هناك خطة لإعمار سيناء بالبشر، هو ده اللي جن جنون كل الطامعين في سيناء، فعايزين يطفشوا الناس ما يخلوش حد يروح يعمرها عشان عايزين تبقى جزء من قضية. وبالتالي الإرهاب وكل اللي بيحصل في سيناء هو عشان يمنعك من إعادة أو إعمار سيناء. ولكن خلاص بدأت خطة الإعمار، العجلة دارت، ودوران العجلة دي هو اللي هينهي الإرهاب لوحده. يا رايح على صحراء سيناء. ويوما تلو الآخر تتسع مساحات الأمل في أن يحمل المستقبل التنمية والسلام لأرض السلام. مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم مجددا في فقرة جديدة من برنامجكم أهل مصر. في هذه الفقرة نفتح معكم واحدا من أهم الملفات التي تحفظها ذاكرة أهل مصر جيدا. في هذه الفقرة نتناول ملف مهم هو بطولات القوات المسلحة المصرية والإعلام. كيف عبر الإعلام المصري عن هذه البطولات؟ وهل عكس الإعلام المصري بالحقيقة طبيعة ما كان يدور من معارك على أرض سيناء؟ وفي هذه الفقرة يسعدنا أن يشاركنا الحوار اللواء أركان حرب نبيل أبو النجا، مؤسس الوحدة الاستراتيجية 3 تسعات. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين يا فندم. كما يسعدنا أن يشاركنا الحوار أيضا الإعلامي المصري العربي الكبير الأستاذ حمد الكنيسي. أهلا بك. أهلا. كيف نبدأ؟ سيادة اللواء حمدي، دعوني أبدأ معكم من تاريخ أعتقد أنكم تحفظانه جيدا، وهو 5 من يونيو، مش 67 بقى، 5 من يونيو 68. في هذا اليوم كان لدى القائد الإسرائيلي موشي ديان رغبة
في أن يعلن سيناء إمارة مستقلة عن مصر، ودعا بالفعل وكالات أنباء عالمية لكي تشهد مؤتمر الحسنة في 5 يونيو 68. فما الذي حدث في هذا اليوم، وكيف انقلب السحر على الساحر وتحول ما كان يريده مرشد ديان لإعلان سيناء إمارة مستقلة عن مصر لتأكيد هوية سيناء المصرية العربية؟ سيادة اللواء، أنت كنت موجود في هذه الأثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن الأبرار مدنيين وعسكريين. 5 يونيو 68 عقب مرور عام على النكسة أو النكبة الرهيبة دي، مرشد ديان اللي هو يعني الأسطورة بتاعتهم بتاع جيش الدفاع الذي كان لا يقهر، نكمل الجملة، إلا من مصر خير أجناد الأرض. أهلينا بدو سيناء رغم أنهم في صحراء قاحلة وجبال ووديان، وكان في نقص كبير عندهم من الإمكانيات عشان يبقى عندنا صراحة لما نيجي نتحدث عنهم، يعني تحملوا ما لا يتحمله بشر، وهم أكثر وطنية من أي حد فينا كلهم. رغم هذه الظروف الصعبة والعيشة اللي هي كلها جلد وصبر واحتمال، تعرضوا لإغراءات مادية يعني لا حصر لها. 5 يونيو 68 ماذا حدث بالتحديد بقى؟ جمع مرشد ديان كل القبائل، شيوخ القبائل والعواقل والإفخاد والإربع اللي هم القبائل في الحسنة جنوب العريش بحوالي 85 كيلو، الحسنة ونخل وأبو عجيلة، هذه المنطقة على الطريق الأوسط بالقرب من الحدود. جمع كل شيوخ القبائل وجمع وكالات الأنباء وعمل إغراءات مادية لا حصر لها للولاد وللقبائل، وهنعمل لكم ونعمل لكم. وكان متوقع أن الإنسان في حالة الفقر ده أو الظروف ده أنه يرضى بأي شيء، وكانوا متوقعين ومجهزين كل وكالات الأنباء. وجاب شيوخ القبائل قال لهم هتعلنوا أن سيناء إمارة مستقلة لا تتبع جمهورية مصر العربية، وإنما تتبع الصهاينة. طبعا ما كانش يتوقع أبدا، هي رغبته أنه هو يعلن أن سيناء إمارة تابعة للكيان الصهيوني المحتل الغاشم. فكان رد الشيخ سالم الهرش اللي هو شيخ مشايخ سيناء أيامها، قال له إحنا ما عندناش مانع، بس لازم تروح لصاحب الأمر فخامة الرئيس جمال عبد الناصر وتقول له أن أنا عايز أقتطع جزء من مصر وانضمه للكيان الصهيوني. طبعا وقع هذا الموضوع عليه وقع الصدمة وفشل، وأصبح متخيل أن الناس دول الوطنية اللي فيهم لا يمكن في يوم من الأيام يفرطوا في حبة رمل من سيناء، رغم أن كان قدامهم كل الإمكانيات وكل المغريات. يعني بالتأكيد هي تحية لمن شاركوا في هذا المؤتمر وأجهضوا حلم مرشد ديان، وتحية لكل قبائل سيناء شمالها وجنوبها. أستاذ حمدي، في هذه الفترة كان هناك إعلام مصري يواجه الإعلام الإسرائيلي وأيضا يقدم إعلاما وطنيا في المعركة، كيف كانت تسير الأمور في الإعلام المصري في هذه الفترة في مواجهة العدو وحشد الهمم الوطنية لمواجهة ورد العدوان؟ هو يمكن اللي ساعدنا في كده أن عدد كبير مننا كإعلاميين كنا مدركين وقائع التاريخ من القدم. يعني وانت بتسأل اللي هو نبيل عن المؤتمر الصحفي اللي تحول من يعني إنجاز هائل لمرشد ديان مع عشق إسرائيل والإسرائيل وإقامة إمارة إسلامية، أن ده خطة قديم من أيام هرتزل أبو الصهيونية، كانوا يمتد وتصل الأمور بعد نكسة 67 إلى هذه المحاولة اللي تحولت إلى صفعة لمرشد ديان مع عشق إسرائيل وحلم إسرائيل ومخطط إسرائيل كله. يعني فالإعلام الحقيقة كان لديه، أعتقد معظمنا لدينا هذا الوعي. على الفور تحولنا إلى مقاتلين بالقلم وبالميكروفون، بمعنى أننا استطعنا أننا نحشد الأمة المصرية والعربية كلها وراء هذا الهدف. في مصر لو تذكر أستاذ سمير، الناس كانوا يروحوا الجمعيات التعاونية ويقفوا قدام باب الجمعية أسر كاملة عشان يحصلوا على فرخة أو نص كيلو لحم، والناس سعداء جدا وراضيين جدا بده. ليه؟ لأن كل الميزانية موجهة لإعادة بناء القوات المسلحة. فاستطعنا أو الإعلام استطاع
أن وحشة الشعب كله وراء هذا الهدف، وفي نفس الوقت يؤكد الثقة في عبد الناصر أنه هيقدر يعيد بناء القوات المسلحة، وأيضا الثقة في أبناء الجيش المصري بتاريخهم العظيم جدا. ده كان دور واضح جدا للإعلام، وأعتقد أنه حقق يعني ذروة النجاح في هذه الفترة. تفتكر حضرتك في هذه الفترة فيما بين 67 و73 حضرتك عملت مراسلا حربيا وقدمت عديد البرامج وغطيت أيضا كثير من المعارك، متى أول مرة دخلت فيها سيناء كمراسل حربي؟ أنا بدأت هذا الدور من بعد النكسة مباشرة، وبعد ما بدأت حرب الاستنزاف بشكل واضح ومطمئن لنا احنا كإعلاميين. أنا الحقيقة ساعدني في ده أو كان دافع القوي لده أن أنا أيامها في الستينات أنا وجمال الغطاني ومجموعة من الزملاء كنا من أبرز الأدباء الشبان، وكأي أديب وكأي فنان وكأي إعلامي أخذ النكسة بمرارة حتى الحلقوم زي ما بيتقال يعني. فعلى طول أنا لقيت نفسي من أول بداية حرب الاستنزاف باخد جهاز النجرة الإذاعي، جهاز شيلة تقيلة كده، واطلع على خط القناة مع أهالي منطقة القناة اللي رفضوا التهجير، وأيضا مع المقاتلين اللي على الضفة الغربية وقاعدين على الضفة الغربية وببصوا قدامهم بحسرة وتربص ورغبة في الانتقام للإسرائيليين اللي موجودين على الضفة الشرقية فوق الشاطئ الترابي الضخم اللي حوالي 25 متر وخط برليف 31 نقطة حصينة أو 31 حصن لا حدود لها، الحصن على مساحة 4000 متر مربع تقريبا من تحت الأرض. فأنا من خلال بقى زياراتي أثناء حرب الاستنزاف وتسجيلات، وأنا أذكر أنا كنت يمكن من أول من سجلوا لقاءات مع الكابتن غزالي ومجموعة أولاد الأرض في السويس ومع ناس في الإسماعيلية. طيب. ده كان كابتن غزالي كان بعد حصار السويس 73. طيب دعني أعود مرة أخرى لسيادة اللواء نبيل أبو النجا، بعد 67 يونيو 67 بعدها على طول كان في راس العش بعد أقل من 3 أسابيع، ثم بعد ذلك مناورات شارك فيها سلاح الطيران المذكور أبو العز وأيضا إيلات، كلها هذه الوقائع حدثت في العام الذي شهد يونيو 67. هذه البطولات تاريخها ويعني ذكرها برأيك هل عكس الإعلام ومن بعده الإنتاج الدرامي والسينمائي هذه البطولات، أم إن هناك بطولات أخرى لم يسمع عنها المصريون ولم ترصدها كاميرات السينما أو أعمال الدراما؟ يعني تخيل حضرتك من بعد النكسة بأربع أيام فخامة الرئيس الراحل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر لما أعلن التنحي والناس طلعت لازم ترجع تاني وأعاد بناء القوات المسلحة، لم يمضي غير أيام معدودة وبالتحديد 30 يونيو عام 1967 عبرت فصيلة بقيادة الملازم فتحي عبد الله دفعة 49 الدفعة اللي قبلي، ودي الكتيبة اللي أنا شرفت بالخدمة فيها كأول كتيبة وأنا ملازم في الفصيلة جنب الفصيلة اللي عدت دي بس أنا ألحقت بيها بعدها. نفذ عملية رأس العش في 30 يونيو 1 يوليو وأحدث خسائر جسيمة، ومنع الصهاينة أنهم يتقدموا على طريق المعاهدة شرق القناة كيلو 10 ويخشوا على بور فؤاد، وأخذوا درس لن ينسوه مدى الحياة. سيادة الفريق طيار مذكور أبو العز هذا النسر نسر مصر البطل في 15 يوليو بعدها في أقل من شهرين شهر ونص حضرتك عمل ضربة جوية بالطائرات الميج 17 والميج 19 الطائرات اللي كانت من أيام الحرب العالمية الثانية، وأحدث خسائر جسيمة في الصهاينة في سيناء، دمر المطارات الرادارات محطات اللاسلكي القيادة أصابهم بالهلع. بعدها حضرتك دمرنا المدمرة إيلات، بعدها بدأنا في مرحلة الصمود إن إحنا نصمد لغاية ما نعيد بناء القوات المسلحة. هو من 67 إلى 73 حصل صمود ردع ثم الاستنزاف حتى جاءت حرب التحرير في 73 بالضبط. حضرتك سردت كتير من الوقائع دي، وأيضا يعني الذاكرة الوطنية تذكرها وتذكر اسما جليلا في هذا المجال إبراهيم الرفاعي. نعم. يعني هو أيضا قدم عمليات مبهرة في هذه الفترة، صحيح؟ ده صحيح سيادة المقدم. إبراهيم الرفاعي أمير الشهداء طبعا كنا كلنا بنبص له كأسطورة لأن هو أستاذي، أنا كنت نقيبه وهو مقدم قديم وكان رجل بكل معنى الكلمة، يعني استفدنا منه كتير، حماس ووطنية
وبعيد عن الكلام الكلاسيك او الانشا دي، المجموعه 39 قتال عشان نكون امناء في سرد عملياتها. المجموعه 39 اسها ابراهيم الرفاعي. نعم، هو حضرتك اسسها كالاتي: اخذ النقيب محي نوح سريه من الكتيبه 103 اللي هي بتاعت دلوقتي الشهيد احمد المنسي، دي كانت راجعه من اليمن وفيها خسائر كتير، فاعيد تشكيلها مره اخرى لسد الخسائر. اخذ منها النقيب محي نوح بسريه، اخذ الله يرحمه دفعه 49 حبيبي يعني محسن طه برضه جزء من الكتيبه 93 صاعقه، وبعض العناصر اللي اختاروهم وعناصر من الصاعقه البحريه. تم التشكيل في مدرسه الصاعقه في انشاص. الفتره دي حضرتك سياده المقدم الشهيد ابراهيم الرفاعي شكل مجموعه 39 قتال في اواخر العام 68. بدا نشاطها في حرب الاستنزاف من 8 مارس 69 سنه ونص. اشتركت فيها المجموعه 39 قتال بعمليات تبع إدارة المخابرات الحربية بإمكانيات الدولة بأعظم إمكانيات موجودة، وكانت يعني نتائج مبهرة. مبهرة لأن استشهد الفريق عبد المنعم رياض يوم 9 تاني يوم عند نمرة 6 الفردان في الإسماعيلية، فهم ردوا عليها بعدها بشهر بعملية لسان التمساح العملية الأولى، وكرروها بعدها بشهر ونص، بس الأولانية كانت أنجح. استمرت العمليات دي حتى توقفت حرب الاستنزاف، ودخلنا حرب 73. عملوا عملية كويسة قوي في رأس شراتيب على الضفة الشرقية للقناة عشان يدمروا مصافي البترول، وهناك كان فيها النقيب طارق عبد الناصر حسين أخو الرئيس جمال عبد الناصر، ومعاه القبطان وسام عباس حافظ. طيب نقف هنا، يعني حديث بطولات الاستنزاف واكتوبر لا يمل، لكن دعنا ننتقل للاستاذ حمدي. انتم كنتم تنقلون هذه البطولات الى الجمهور المصري والعربي، حضرتك كمان في هذا السياق كنت تقدم اضافه الى عملك مراسلا حربيا، كان في عده برامج هدفها توعيه الراي العام المصري والعربي باكاذيب ترددها اسرائيل، وكنتم يعني تفندون هذه الاكاذيب، صحيح؟ صحيح. وده نتيجة برنامجين كنت أنا بقدمهم. برنامج في الصوت العرب بعنوان يوميات مراسل حربي، وبرنامج في البرنامج العام الإذاعة الرئيسية اللي هو صوت المعركة. وربما يعني أنت كده فكرتني بأن أنا كنت من أوائل من أبلغوا الأمة العربية كلها أن حرب الاستنزاف توقفت باستغاثة من إسرائيل تحتها خطين. إسرائيل هي اللي طلبت من أمريكا تتدخل فورا لإيقاف هذه الحرب، وبتعتبرها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حرب مستقلة. فإحنا نقلنا للشعب المصري والعربي هذه الحقيقة، وبالتالي أضاعفنا من الأمل في أننا مقبلين على الحرب اللي هنستعيد فيها الأرض والكرامة بالتأكيد. ومن خلال هذا البرنامج صوت المعركة بالذات بدأت أحطه في البرنامج فقرات، منها قالوا ثم قالوا، وفقرة وشاهد شاهد من أهلها، وفقرة الشعر في المعركة، وفقرة من أجندة مقاتل مصر إلى آخره. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي. أخي المواطن، تواصل إسرائيل تحدياتها النابضة بالصلف والتبجح للمجتمع الدولي والإنساني. تواصل إسرائيل التعبير عن احتقارها للرأي العام العالمي واستهانتها بالجميع حتى أصدقائها، ورفضها لكل ما يحقق السلام العالمي. ضمن فقرات البرنامج كنت تقدم من أجندة مقاتل. أيوة صحيح، تروي فيها بعض بطولات المقاتلين. تمام، صحيح؟ بصوتهم أو من خلال ما يعني ذكروه لي. هل تذكر يعني ألمع هذه الخطابات أو ما ورد في هذه المذكرات وبثته فقرات برنامجك؟ أذكر مثلا يوم 7 أكتوبر، وأنا لما رحت الأمطار الشرق. الأنطرة الشرق كانت بالنسبة لإسرائيل من ضمن الأماكن المهمة جدا لهم في السيطرة على سيناء كلها، من أكبر مدن سيناء. فأنا بالصدفة أنا بسجل مع جندي بسيط جدا قدام أحد حصون خط برليف،
فلقيته كاتب بالجير كده على حيطه بتاعت الحصن مصر الشوط الاول مصر 2-0. فانا بسجل معاه بقول له انت اللي كتبت الكلام ده؟ قال ايوه والله يا فندم انا عندي التسجيل ده. لو انا الواحد بطولي جوه المكان ده كله الحصن ده ولا حد كان يقدر يقرب ليا. انما ده اللي احنا اول ما بدانا نهجم عليهم طلعوا يجروا مصاباتهم زي كذا لاخره. سياده اللواء نبيل، الدراما قدمت بعضا من بطولات اكتوبر، ونحن الان نعيش اجواء رمضان، وهناك مسلسل يعرض لملحمه قوات الصاعقه والقوات المسلحه المصريه في سيناء في مواجهه الجماعات التكفيريه، مسلسل اختيار. هل انت تابعت المسلسل؟ شايف انه بينقل جزء من بطولات ابناء الصاعقه المصريه هناك؟ استاذ سمير انا مش تابعته، انا عايش فيه بدمي ولحمي بكياني. لان اي عمل درامي بيخص الجيش المصري ده في دمي ولحمي. انا عندي من الممرض اللي في المستشفى العسكري والممرضه لغايه اللي على الجبهه الخط الاولاني كلهم مقاتلين. استاذ سمير احنا في العمليات لا نختار عمليات، بنطلع ننفذ الاوامر، يا اما ربنا بيكرمك بالشهاده او لسوء حظك بترجع تاني. لكن في بطوله جماعيه برؤيه متكامله للقاده ينفذها الضباط والجنود والممرضون وكل من شارك فيها. تسمح لي كلمه تقولها لبدو سيناء، تحدثت كثيرا حضرتك عن الترابين والحويطات والسواركه ودورهم في سواء بعد حرب الاستنزاف مرورا باكتوبر حتى هذه المرحلة. حضرتك دول أهلي اللي أنا عايش معهم لغاية دلوقتي، أنا عمري 73 سنة. أنا بيتي هنا بيتهم في مصر، وهناك بيوتهم بيتي أنا. دول الناس اللي كانوا معايا خلف الخطوط 80 كيلو لغاية سن بشر وصدر الحيطان والجبال بتاعة الترابين والحوطات والحيوات، وكل دول أهلي وناسي. الناس دول ظروفهم المعيشية قاسية جدا جدا جدا، ومع هذا يقطروا عرقا وطنية. الناس دول يعشقوا رائحة تراب هذا الوطن، عينيهم كده بتكحل برؤية سما مصر. أستاذ حمدي، في هذه الأجواء أيضا معركة كما سألت سيادة اللواء نبيل أبو النجا تدور في سيناء، الدراما والسينما برأيك كيف تسهم في أولا معركة إيقاظ الوعي دائما، وثانيا تقديم دعما ومساندة لهؤلاء الذين يقاتلون القوى التكفيرية كما سماها سيادة اللواء نبيل؟ هو مبدئيا انت اشرت لمسلسل الاختيار، وانا رأيي ان هو امتدادا للممر وما يجب ان يقدم فيما بعد في بطولات عديدة عندنا لجيشنا في اكتوبر وفي حرب الاستنزاف، يجب انها تاخد فرصتها. بقول ان الاختيار في شهر رمضان المبارك الحقيقة عمل دور مهم جدا، وهو إيقاظ الوعي وروح الانتماء لدى جماهير منهم شباب كانوا وما زالوا أسرى للموبايل والآيباد، إنما كلهم بدأوا يتابعوا المسلسل، وده شيء مهم جدا عن كيف نعيد مشاعر الانتماء والارتباط بهذا البلد. في نهاية هذه الفقرة أشكر ضيفي الكريمين سيادة اللواء نبيل أبو النجا مؤسس الفرقة ثلاث ساعات قتال، وأيضا أشكر الإعلام الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي، كانوا معنا في هذه الفقرة من برنامجكم أهل مصر. مشاهدينا الأفاضل، هذا سمير عمر يحييكم، ونلقاكم بعد الفاصل وفقرة أخرى من فقرات برنامجكم أهل مصر.